اهلا بكم يا بنات في قناتي كوني جميلة مع سومي. زي ما انتم متعودين مني كل وصفاتي لتطويل الشعر وتكثيفها، فوصفة النهاردة وصفة مميزة جدا وسهلة وبمقادير كلها موجودة في البيت. تابع الفيديو الاخر ويلا بينا نعمل وصفة تطويل الشعر. وقبل ما نبدأ في وصفة النهاردة ما تنسوش اللايك والاشتراك، وبحبكم جدا ويلا بينا في وصفة النهاردة. طبعا كل المكونات بتاعت النهاردة امنة جدا للشعر ومكونات من الطبيعة، وتقدري تستخدميها على شعر بناتك من اول سن 4 سنين. نقدر نعمل كل الوصفات الطبيعية. اول مكون معانا هنجيب معلقة او معلقة ونص من الكمون. الكمون ده ممكن يتجاب من عند اي عطار. الكمون من الحاجات الحلوة جدا المليانة فيتامينات، بتساعد جدا على تنظيف فروة الراس، وبالتالي لما فروة راسنا بتتنظف يبقى المسام بتتفتح بشكل كفاية ان هي تقدر تتقبل اي شيء على الشعر، فبيعمل مفعول افضل بكتير من ان تكون المسامات مش نظيفة. بناخد معلقة من الكمون، وبعد كده بننزل عليها بمعلقة من زيت الزيتون البكر الاصلي، لازم يتجاب من مكان موثوق فيه، وبنقلب كويس زيت الزيتون مع الكمون. طبعا كلنا عارفين ان قد ايه زيت الزيتون مفيد جدا للشعر، فيه فيتامينات معادن ومعادن حلوة جدا للشعر، بتساعد على سهولة تطويله وانبات الفراغات. البيبي هير اللي في مقدمة الراس هيبدأ يطلع لك بعد الوصفة دي، وكمان الشعر لو استخدمتي الوصفة دي مرتين 3 مرات في الأسبوع، فأقل من شهر هيبدأ شعرك يطول من 3 ل 6 سنتي في الشهر، ودي كمية كبيرة، مقدار كبير جدا على غير العادي بتاعنا. بنحط الكمون في اي طاسة عندنا، والطاسة دي بيكون فيها مية سخنة عشان الزيت الزيتون والكمون يبقوا كأنهم في حمام بخار، عشان ده هيساعد ان الزيت مع الكمون يندمجوا اكتر ويعملوا مفعول افضل بكتير. هي دي الوصفة الاولى بتاعتنا. في وصفة تانية هنعملها، هقول لكم الاول الوصفة دي ازاي هنحطها على شعرنا، اللي هو كمون وزيت الزيتون. بنحطه 2 ل3 مرات في الاسبوع. كل مرة تيجي تغسلي شعرك، قبل ما تغسلي شعرك بساعتين بتحطي الوصفة دي على فروة راسك وتلمي شعرك كويس، وتستني 2 ساعة 3 ساعات، وبعد كده تغسليها كويس جدا بالشامبو والبلسم. وبعد كده الوصفة اللي بعد كده اللي هعملها معاكم، وهي وصفة التخلص من قشرة الشعر، وكمان تنظيف فروة الراس تنظيف عميق. قبل ما تغسلي شعرك بنص ساعة بنستخدم الوصفة دي. الوصفة دي ممكن تستخدميها 2 ل3 مرات في الأسبوع عادي جدا، لحد ما القشرة تخلص من شعرك بطلت تستعمليها. بنجيب كوباية أو طبق ونبدأ نحط عليها معلقة من خل التفاح أو الخل الأبيض العادي جدا، خل التفاح أو الخل الأبيض زي ما انت عايزة. وبعد كده بننزل عليهم بمية سخنة، مية سخنة كده من الكاتل، وبنسيبه يهدى شوية، وبعد كده نغسل بالوصفة دي او المية دي نغسل بيها شعرنا، نعمله كأنه غسول للشعر. نغسل بيه شعرنا ونسيبه على شعرنا من نص ساعة لساعة الا ربع، مش هنزود عن الساعة، ما تحطيش 2 3 ساعات، لا هي يعني اقصى مدة ساعة واحدة على الشعر، وبعد كده هنغسل شعرنا بالشامبو والبلسم. هتلاقي شعرك فروته اتنضفت جدا، ومع 2 3 مرات استعمال الوصفة دي هتلاقي القشرة اتعالجت تماما. تبطلي الوصفة دي لما القشرة تخلص، يبقى خلاص ما عادش ليها لازمة انك تستعمليها. بس كده، هي دي وصفتين النهاردة، الوصفتين سهلين جدا وتقدري تعمليهم في البيت، تقدري تقومي تعمليهم دلوقتي، مكونات موجودة في كل بيت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم تنسوش الاشتراك في قناتي، وبحبكم جدا ومع السلامة.